كابتن احمد، ثقتكم في اللاعبين دي خلتكم ان انتوا تقدروا تاخدوا الخمس بطولات. انا هتكلم عن الخمس بطولات كلهم بشكل عام، وبعد كده نرجع بقى نتكلم عن الدوري واللي بيحصل في الدوري، لانه فرحه جمهور الاهلي بالنجوم اللي موجوده دي اعتقد فرحه كبيره جدا. انا كميه الناس اللي بعتالي، انا بس يعني ناس كتيره جدا جدا مبسوطه وفرحانه بالشباب اللي موجوده يا كابتن احمد. اكيد والله يا كابتن اسلام، من اول يوم في فتره الاعداد احنا التارجت الاساسي بتاعنا ان احنا نبقى بطل للدوري. الاصعب حاجه طبعا ان البطوله الاهم هي بتيجي في الاخر، فانت ماشي كسبت بطوله المنطقه، وراها كسبت بطوله العربيه، وراها دوري المرتبط، وراها كاس مصر، ولسه بعد كل ده الناس كانت حاطه عليك ضغط، انت لو ما كسبتش الدوري انت ما عملتش حاجه بالرغم ان انت كسبان اربع بطولات. فطبعا كنا كل بطولة بتخلص كان لازم ان انت تجدد الدوافع للعيبة، بحيث ان انت دايما لعيبتك تبقى يعني عطشانة او جعانة اكتر للبطولات. لكن هم بصراحة على قد المسؤولية، هم اللعيبة نفسها عندها هدف، عندها هدف ان هي تعمل زي ما عمرو قال كده حقبة، يعني كده زي بتاعت اسلام الشاطر وابو تريكة وبركات، فاهم؟ عايزين يعملوا حقبة ليهم ان هم يكسبوا ويبقوا فعلا جيل ذهبي وجيل تاريخي في النادي الاهلي. فطبعا احنا كنا متحمسين برضو كجهاز فني، جوزتي لسه جديد على النادي، الجهاز كله جهاز شاب، الجهاز كله تعب، الجهاز تعلمه. كله بالظبط. فالمجموعه كلها مع بعض زي ما عمرو قال، كان في انكار للذات، كان في تعب، كان في شغل، كان في مش مين بيلعب مين ما بيلعبش، ما فيش حد بينسب حاجه لنفسه. من اول جوزتي الاصغر لعيب، يعني لحامد مسؤول الغرف عندنا، كلنا ايد واحده يا جماعه احنا لازم ناخد الدوري. فبصراحه هم عارف لما يبقى الجهاز الفني مطمن اللعيبه، مطمناك اللعيبه نفسها، انت واثق ان اللعيبه دي هتكسب. النهارده شكلهم في التسخين نازلين ياخدوا الدوري. يعني الموضوع مش انت الاتحاد فرقه كبيره وفرقه عظيمه زي ما قلنا، ومعها كابتن مرعي مدير فني على اعلى مستوى، لكن هم بصراحه الاهلي السنه دي يعني زي ما بنقول كده امتع واقنع. يعني الاهلي بصراحه من اول الموسم بصراحه كل البطولات الفرقه، لو انت حتى في ماتشات بتبقى وحش بتكسب لانك بتتعب بتدافع. احنا عندنا في لعبتنا اللي بيدافع كويس بيقدر يكسب. فانت سمات الفرق الكبيره زي ما بيقولوا ان انت حتى لو مش في يومك انك تعرف تخلص الماتش. فبصراحه انا بشكرهم لان هم رجاله فعلا جدا وابطال ويستاهلوا كل اللي هم فيه. بس اللي هم لازم يعرفوا ان جمهور النادي الاهلي يعني بالنسبه له دي بدايه خلاص النهارده وشكرا. دي بدايه النهارده وشكرا اللي بعده.